أطلقت شرطية بولاية تكساس النار على شاب في شقته فأردته قتيلا بعد أن اعتقدت بالخطأ أنه قد تسلل إلى شقتها، وذلك وفق ما أعلنته الشرطة الأمريكية. وبحسب بيان صادر عن الشرطة فإن الشرطية الأمريكية دخلت شقة الضحية بالخطأ معتقدة أنها في منزلها لتجد فيه شابا يبلغ من العمر 26 عاما، ولم تقدم السلطات الأمريكية مزيدا من التفاصيل عن كيفية حدوث الشجار، لكن الشرطية الأمريكية أخرجت مسدسها وأطلقت النار على الشاب في نهاية الأمر، حيث توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.